ان انت قاعد تحتوي كل هالخلافات، قاعد تحتوي كل الاشياء السلبيه اللي قاعده تصير. مثلا لو الكاستمر او زملائك في العمل يعانون من مشكله سلبيه، انت اللي تحتويها، انت اللي توجد الحلول. هني التتويج يتم عندك، ولكن في اسباب، في اسباب قياديه هي اللي تخليهم يختارونك يا برج الحوت. واخر شيء ننتهي بالغصن الاول، الفرصة القادمة أو الوقت القادم فرصة ممتازة عشان تثبت وجودك هني، لأن كأنما الفرصة جدا مؤاتية مفتوحة، لأن في اختلاف. أوقات في سياسة تقول لك فرق تسد، ولكن التفرقة هني أوريدي موجودة قبل ما أنت تدخل. الأشخاص اللي حولك في الجانب العملي مقبلين على فترة اختلاف أو انفصال، أو هني في أحزاب حتى كل واحد متحزب. عندك فرصة ان انت تكون مثل امبراطور الصين، ان انت اللي تجمعهم توحدهم كلهم. لما توحدهم هني انت السلطة تكون عندك، ولكن السلطة ما تأتيك عشان الجشع. السلطة انت بالذات يا برج الحوت ما راح تأتيك عشان مثلا بس تحس انك ملك وافضل منهم، لا. السلطة تأتيك من اجل ان تخدم، تخدم الاخرين. الاخرين هني محتاجين لمهاراتك القيادية في الفترة القادمة. نشوف الجانب المالي اللي هو بالعادة مرتبط بالجانب العملي. عندنا ثلاثة الأكواب، وراها كرت العاشقين، وأيضا كرت الاستيقاظ أو الرجل المعلق. برج الحوت طاقتك أنت هي طاقة المياه، رح تحصل حرية أكثر، انفتاح، يعطونك الثقة أكثر بخصوص التصرف في الموارد المالية في الفترة المقبلة. بما معناه أيضا موارد مالية أكثر راح تندفع لك أنت، راح تندفع لك، لأن هني أوريدي جايينك منصب. مثلا تكون من موظف عادي إلى مشرف، من مشرف إلى مدير، من مدير إلى مدير عام. ترقية، ترقية هني، ترقية أو ارتفاع حتى بين الأشخاص وبين المنافسين. فهني انت قاعد تحصل او تحصد ثمار هاي الترقية والارتفاع عن الاخرين او حسك القيادي. هذا اللي قاعد يصير، تندفع لك ويثقون فيك حتى الاخرين اكثر، ان يعطونك الاموال انت تتصرف فيها. شنو لازم تسوي؟ تعقل، خليك متوازن، لان هذا الكرت فيه شخصين، كرت العاشقين فيه شخصين، كأنما خليك متوازن. أفضل الأمور أوسطها هي النصيحة لك خلال هذا الشهر. ولا تنسى الادخار ثم الادخار ثم الادخار. في هني شيء أشوف، بما أن عندنا كرت العاشقين، في شيء تحب تصرف عليه، تقول بما أن أتتني فلوس زيادة راح أبتدي أعدل، أأثث، أحسن من شكلي، أسوي كذا كذا. انتظرت فترة طويلة عشان تأتيني هاي الأموال، فلما تأتيني على طول راح أسوي الشيء اللي أحبه. هني مطلوب منك طاقتين عندك، مو فقط أن تصرف على الأمور اللي تحبها والمطاعم اللي تحب تروحها، ولكن أيضا أو حتى الأشخاص اللي تحبهم. اعتدل ما بين أن أنت تصرف وما بين أن توفر، لأن هذا كارت الرجل المعلق دائما يقول لك خل قرشك الأبيض من أجل يومك الأسود. في شيء لازم تخليه ينضج. الرجل المعلق معلق من شجرة، صح؟ شنو أيضا الشيء اللي يتعلق من شجرة عشان ينضج في الوقت المناسب؟ الفاكهة. الفاكهة إذا فكرت فيها هي عبارة عن الشجرة أو النبتة نفسها قاعدة تخزن الغذاء، تخزن الطعام، تخزين، ولكن تخزين لا موعد نضج، لا موعد قطاف. بما معناه كأنما هني النصيحة لك إنه مو فقط توفر أموالك، ولكن تخليها في نوع من الوديعة، نوع من التجميد اللي تحصل عليه أيضا فوائد. أوكي، تخليها موفرة ولكن لها أيضا فوائد، مو بس شذي موفرة على الفاضي. إنزين، خلنا نشوف جانبك الدراسي برج الحوت. ثمان الأكواب، مضطر ترحل عن حلم عندك في بالك، مضطر تساوم. هذه الكلمة احنا ما نحبها لما يكون في حلم معين في بالنا. أنا حاط في بالي لازم أصير محامي، لازم أصير دكتور، لازم أصير التخصص اللي في بالي. لما نأتي، احنا حين في فترة صيف ومقبلين على فترة جامعية، لما نأتي إلى أرض الواقع نقدم امتحانات القبول، نشوف الشواغر، نشوف متطلبات سوق العمل، نكتشف إن الشيء اللي نحبه
أوقات نكون محظوظين نقدر ندرس التخصص اللي نحبه، أوقات لا. كان أشوف في الفترة القادمة التخصص اللي أنت حاط عينك عليه راح تضطر أنك تبتعد عنه. ليش؟ عندنا كارت العالم، ممكن أنه يكون هذا التخصص ما فيه الكثير من الوظائف، هذا التخصص مو هو التخصص اللي راح تحصل فيه بعثة أو منحة أو قبول حتى في الجامعة. أنت تريد هاي التخصص، أما الجامعة خصوصا إذا كانت حكومية تقول لك لا، اللي متوفر عندنا تخصصات أخرى، مثلا اللي أعلى منك بالدرجات هم اللي شغلوا أو شغروا هذا التخصص، فأنت ما عندك خيار. عرفت قصدي؟ أخذوا الأفضل أو أخذوا اللي يبونهم، أنت هني تريد أن تقدم، يقول لك ما يصير. وعندي بعد أيضا طاقة، في أشخاص من برج الحوت يريدون أن يسافرون للدراسة، يبون يدرسون برا، كأنما هاي الأشخاص إذا خصوصا إذا كانوا صغيرين في السن أشوف أنه راح يلاقون معارضة، راح يضطرون أن يساومون أو يوجدون حل وسط. مثلا أن حاليا على الأقل ادرس في بلادك، ممكن نفكر عن دراستك في الخارج بعد ما تتخرج من البكالوريوس. طاقة جديدة، طاقة مع الأهل، طاقة ما بينك وبين الأشياء المتوفرة في الجامعة. ننهي القراءة بستة سيوف. بالضبط، الستة هو رقم التوازن، هو رقم أنصاف الحلول، رقم لازم نمسك فيه العصا من النص. ما أشوف أنك يا برج الحوت في الفترة القادمة راح تكون من المحظوظين اللي يقدرون فقط يأشرون على التخصص اللي يبونه ويختارونه. لا، أحس أن أنت من الأشخاص اللي حبوا شيء وقالوا لفترة طويلة راح أدرس التخصص الفلاني، ولكن بعدين يضطرون يرحلون تجاه تخصص آخر، جامعة أخرى، لأن في أسباب هنا. أشوف في أسباب أنت ما أخذتها بعين الاعتبار، أن الشواغر مهمة، سوق العمل متطلباته، شنو التخصصات اللي الحين مطلوبة أيضا مهمة. مو نهاية العالم ما يعيش فقط على طاقة الأكواب، طاقة الحب، أنا شنو أحب وشنو راح أسوي. أوقات لازم يكون في توازن ما بين شنو المفروض أسوي وشنو أحب أسوي. هاي الطاقة الموجودة عشانك. الرسائل الجاية ما راح تنطبق على الكل لأنها تخص جوانب محددة. عندنا هني موضوع الهجرة، موضوع أمور الصحة، وهني الأمور القانونية. فإذا ما عندك أي مشاكل في هاي الجوانب ما أعتقد أنها راح تنطبق عليك. إنزين، نشوف جوانب الهجرة. الكوب الأول، الموافقة الأكيدة ما فيها برج الحوت، حتى لو ما كنت تفكر في الهجرة، كأنما هني الكوب، لأنه دائما إيس، الكوب الأول، السيف الأول، مقدم من شخص، مبادرة من شخص، مو شيء أنت تتعب عليه تحصله، لا، من الله سبحانه وتعالى يأتيك. هني أبواب القبول لك مفتوحة، مو هني عندك محاولة أن أنت تدرس برا. ما أدري ليش أحس أن في مبادرة من أطراف، من جامعات خارج دولتك، حتى مستعدين أن يستقبلونك. الهجرة مفتوحة أمامك في الفترة القادمة، لو قدمت راح تنقبل بسرعة، جدا بسرعة، ولو عندك طلب راح تأتي إن شاء الله الموافقة قريبا. ثلاث الأكواب، ولكن هذا كارت الاجتماع أو الحفلة، لأن ورا ثلاث الأكواب سبعة السيوف، فكأنما اللي قاعدة أشوفه أنه على الأقل مؤقتا راح تضطر أنك تقول وداعا للأشخاص اللي تحبهم اللي تعودت عليهم في بلادك، ما راح تقدر تأخذهم كلهم معاك. كأنما المطلوب منك الهني اللي مقدمين لك تذكرة سفر لشخص واحد، أو قبول طلب هجرة خلينا نقول لشخص واحد فقط. أنت تريد أن تأخذ معاك حبايبك، ما راح تقدر، لأن هني عندنا سبع سيوف، شخص يرحل في منتصف الليل، زين، مخلي أشياء وراءه، يرحل مع شيء ومخلي شيء. في ثلاث أشخاص تحبهم، لأن أيضا تشوف السبعة اللي يكملها الثلاثة ونوصل إلى رقم عشرة، الرقم المكتمل في التارو. بما معنى من هؤلاء اللي تحبهم راح تضطر تخلي ثلاثة، يمكن تقدر تأخذ مثلا فقط شريكك أو أحد من أبنائك والباقي تخليهم، تخلي ناس وايد عزيزين على قلبك، تحس في قطعة من قلبك، وإن كان القرار مؤلم، ولكن شلون تنظر للموضوع يا برج الحوت؟ إن حتى الفراق مؤقت ترى، إلا ما ترتب أوضاعك تصير أفضل، تسوي لك حياة في هذيك الدولة، وبعدين تقدر ترجع
تخليهم ينضمون لك في هذيك الدولة، بس على الأقل أنت في البداية لازم تروح بروحك وترتب الأوضاع. هذه هي طاقتك في موضوع الهجرة. خلينا نشوف موضوع الصحة. هذا كرتك، وجوده هني حضوره قوي. أحس عندك نوع من وايد تفكر، وايد تفكر، والتفكير متعبك، وأيضا طاقتي هني الأزرق الداكن أحسها طاقة اكتئاب، نوع من الاكتئاب هو اللي قاعد يأثر على صحتك. هذه الطاقة عكس هذه الطاقة، هذه الطاقة الساكنة اللي أعرف وايد وأتمنى وايد وأفكر وايد، ولكن ما قاعدة أتصرف، ما قاعدة أتصرف. هذه كرت العربة هي الحركة، فول أون، السرعة القصوى، حركة وانطلاق، أي شيء نبي نروح نسويه. فهني كأنما في الفترة القادمة يمكن احتمال إنه يصيدك نوع من ال في شيء نفسي يأثر عليك، يأثر على حركتك، أو حسب تعليمات الطبيب بسبب ظروف معينة تضطر إنك تظل في الفراش ساكنا. هذا شيء يأثر على نفسيتك، ولكن ما تقدر إنك تتحرك، ومو المفروض إنك تتحرك. وهذا أيضا كرتك، هذا العالمة وهذا القمر، هذه كروت برج الحوت. وجوده عندك كأنه ما قاعدة أشوف شيء يخص الصداع، يخص الصداع. ممكن عندك صداع نصفي، ممكن أوقات يأتيك صداع مفاجئ يرجع إلى قاعدة أشوف هنا، يرجع إلى شيء بخصوص شبكة العين، أعصاب العين، في ضغط عليها. يمكن أنك وايد تقعد أمام الشاشة، ممكن أحد الأسباب. زين، فهذه طاقتك في الأمور الصحية. أما إذا تحس أن صحتك عال العال فما في أي شيء يستدعي القلق. خلنا نشوف أمورك القانونية. عندنا فارس الأغصان، الفارس اللعوب، خمس السيوف، وكرت العدالة، كرت برج الميزان. العدالة راح تتحقق، كأنما هني وجود كرت العدالة يقول لي الشخص اللي غلط، الشخص اللي حاول يتهرب من مسؤولياته انه يدفع اموال مهما كانت الاسباب، فيها تهرب. فارس اللعوب لا يعتمد عليه، تحاول انه يتهرب من مسؤولية قانونية، سواء انت يا برج الحوت، سواء الخصم. العدالة ثق فيها راح تاخذ مجراها، راح ترجع الحق اللي ضاع هني، لان خمس السيوف هي طاقة اللي راح اربح مهما كان الثمن. ولكن لا، احسن في الفترة القادمة كل واحد راح ياخذ حقه. اللي مثلا يقول لك القانون لا يحمل مغفلين، اللي غلط هو راح يتحمل غلطه، واذا كنت انت بعد نوعا ما مغفل انت بعد راح تضطر تتحمل جزء من الغلط. ولكن اذا كان الغلط كله على الخصم هو اللي راح يتحمل، راح يطلع الحكم، الحكم راح يطلع قريبا ان شاء الله. زين، الحين بنشوف القراءة العاطفية اللي سويتها بفال الشعر. القراءة العاطفية المفصلة راح تكون بعدين. هاي القراءة خذها، ومهما كان وضعك مع الشريك، انت اعزب، مرتبط او منفصل، خذها وطبقها على حالتك بالطريقة اللي تحس انها تناسبك. انا بحاول اقراها بشكل عام. اوكي، هني عندنا الفال. الغزل 250 هو غزلك يا برج الحوت. ممكن أنت حتى تفهم رسائل تنطبق على حالتك من الكلام أكثر مني، رسائل مبطنة أسميها. يقول لك: إذا طال عمري فسأعود مرة ثانية إلى الحان، ولا أشغل نفسي ذلك بعمل آخر غير خدمة العربيد السكران. قاعدة أشوف هني شخص، ممكن أنت، ممكن الشريك، شخص ما أعطى الطرف الثاني فرصة، ما انتبه له لما كان موجود، ما حاول يتفاعل معاه، ما حاول حتى يتمسك فيه. ولكن هذا الشخص اللي ما تمسك أو اللي انسحب بسرعة، ممكن تكون أنت، ممكن تكون شريك، قلت لك الشخص اللي ما تمسك هو الشخص اللي ابتدى حين ابتدت الأفكار تلعب براسه، وابتدى الندم يظهر عليه. علامات الندم هني أشوفها تظهر، لأن تقول لو أتتني الفرصة، كأنما واحد قاعد يقول لو أتتني الفرصة قبل كم سنة كنت أحب شخص جم ما تركته، قبل كم سنة كان متقدم لي شخص جم ما صديت عنه أو رفضته. هاي الطاقة عندك.
لأن كأنما قاعدة أحس إن في نوع من الوحدة، نوع من في أشياء كانت ملهيتك قبل، كان وايد عندك مثلا ملتهي بعملك، ملتهي بالأصحاب، ملتهي حتى بصغر السن، ماخذنك الغرور، تقول لا الدنيا مليئة بالفرص، مو الحين بكرة عادي. الحين فضى عليك شوي المكان، فظلت الأفكار تلعب براسك أو براس الشريك. وسيكون سعيدا ذلك اليوم الذي أذهب فيه بعيون باكية فأنثر ماءها مرة أخرى على باب الحان. مرة ثانية طاقة الندم تقول هالمرة ما راح أمثل أو حتى أكابر، بالعكس كأنما قاعد توعد الله سبحانه وتعالى إن صدق لو صادتني الفرصة مرة ثانية، لو هذا الشخص رجع ما راح أقوم بنفس الأسلوب اللي بعد عني، ما راح أغلط نفس الأغلاط، ما راح أبعد عن طريق محاولتي بالتحكم، ما راح أبعد عن طريق التصرفات اللي أنا سويتها خلتها تبتعد، بالعكس راح أغير من نفسي، راح أغير كل شيء، راح أفرش الأرض دموع، أنثر ماءها. إنزين، وإذا لم تصل لي معرفة بهؤلاء القوم فيا رب هيئ سببا حتى أحمل جواهري إلى مشتر آخر. ليش قلت لك هني أن أنت بسبب الوحدة؟ لأن كأنما أنت قاعد تفكر في هذا الشخص اللي عندك حنين له من الماضي، ولكن حنينك مو بسببه هو بالذات، مو حبه في قلبك ظهر من العدم من جديد، ولكن لا، الوحدة، الشعور بالوحدة هي اللي استفزت فيك الحنين لهذا الشخص. حتى أنت بينك وبين نفسك تقول حتى لو هو أنا مو قصدي بالضبط أني أفكر بهذا الشخص، ولكن وحدتي خلتني أفكر فيه، ولو هو ما بغاني أو ما رح يأتي ما عندي مانع لو أتى شخص ثاني، ما عندي مانع، أريد الحب، أريد الارتباط، أريد أن أرجع إلى وضع القديم، أن أنا مرغوب أن عندي شخص في حياتي. وإذا انصرف الحبيب عني ولم يرع حقوق صحبتي القديمة، فحاش الله أن أسمى إلى حبيب آخر. وإذا انصرف الحبيب عني ولم يرع حقوق صحبتي القديمة، فحاش الله أن أسمى إلى حبيب آخر. بما معنى هذا الشخص الثاني الحين أنت شوف أنت اللي شوي فيك عيارة أو العكس، ولكن الشخص هني اللي فضى عليه المكان هو يقول حتى لو مو هذا الحبيب خليه يأتي حبيب ثاني، ما عندي مشكلة، أنا منفتح الحين للخيارات. الشخص الثاني يقول لا، هو لحد الآن هذا الشخص لو تزوج، لو راح في سبيله، لو ابتعد عنك، انقطعت أخباره، لحد الآن يتذكر نفسه انه هو كان حبيبك يوم من الايام، كانما في بصمه انت خلقتها ولو انك ما تدري عنه، بس الحين وصلتك طاقته. واذا اتاني الحظ وساعدتني دائره هذا الفلك الازرق، فلك الازرق دائما لون الازرق يرمزون له بلون اما الاكتئاب او الجن، طاقه ايش يسمونها، الخوارق للطبيعه، الجن، الأشياء اللي ما نقدر نتحكم فيها. فإذا واتاني الحظ قاعد تطلب من الحظ من الأشياء، أنت تقول أنا ما أدري شنو اللي ممكن أسويه، الحظ، السحر، الدعاء، في أحد ممكن يساعدني، أي أحد ممكن يساعدني عادي، أي أحد ممكن أقول له قصتي وشور علي بنصيحة خلي يساعدني، حتى لو شخص مو فاهم، لأن حتى هني قاعد تستدعي دائرة الفلك الأزرق، بس أحصل عليه مرة أخرى بفرجال آخر. راح أعيد لك البيت، وإذا آتاني الحظ وساعدتني دائرة هذا الفلك الأزرق فسأحصل عليه مرة أخرى بفرجال آخر. تقول إذا جتني فرصة ثانية، سواء هالفرصة الثانية بتكون بأسباب تدخل إلهي مباشر أو بأسباب حظي، بأسباب نحسي، بأسباب أحد يساعدني، تطلب مساعدة، ما يهمك ان انت تمشي وتقول القصة لحد ما احد تكسر خاطرة حتى ويساعدك او الشخص الثاني، ما عاد يفرق معاك، لان تقول سأحصل عليه مرة اخرى بفرجار اخر. تطلب ان مهما كانت الظروف يكون في اجتماع حتى ولو صدفة، لان كأنما هذا الشخص احس ان الروابط الاشخاص اللي كانوا يجمعونكم مع بعض
يمكن ابتعدوا وانتقلوا وصار فيه انقطاع للأخبار، فتتمنى أن الصدفة ترد تجمعكم. الصدفة والحظ هاي الأمور اللي خارج عن الطبيعة. وقلبي يطلب العافية وهناءة العيش إذا سمحت بهما مرة ثانية، إذا سمحت بهما مرة ثانية غمزات إلى أسرارنا المغلقة. لا مو هذا البيت، هذا البيت لا. وقلبي يطلب العافية وهناءة العيش إذا سمحت بهما مرة ثانية. تعرف هني لما يقدمون لك الضيافة وانت مثلا عطشانة وانت جوعانة وانت ترغب، ولكن بسبب عزة النفس تأخذك مثل ما قلت لك هني الكبرياء، تقول لا ما أبي، لا أنا شبعان، لا ما لا داعي تكلفون على نفسكم. هني كأنما اللي صار شوي مضحك، لأن اللي صار إنه فعلا العرض الشخص هذا نفسه، الأشخاص فعلا انسحبون. كنت تقول لا عبالك إنه راح يضلون يلحقون وراك يتمننونك، لا قالوا أوكي وانسحبوا وذهبوا في حال سبيلهم. أنت تقول لا 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 اطلب مني مرة أخرى، أنا مو قصدي أن أصدق، أقصد أنك كان المفروض تتمسك فيني أكثر، ضيفني، أصر علي، أصر أن أنت تضيفني، أصر أن أنت تكون موجود في حياتي. زين يعني تخيل الحين خصوصا في ضيافتنا العربية لما يأتون ضيوف إلى بيتنا نقدم لهم الشاي على طول يقولون ما له داعي أو ما نريد، وعلى طول نسحب الشاي منهم. هني راح يصير في استغراب، لأن ثقافتنا هني كأنما مبنية إحنا على الإصرار على الضيافة. الإصرار هو المغزى، لأن من الأدب إن ما نأخذ الشاي من أول مرة. إنزين هذين البيت متشابكين، فانظر إلى أسرارنا المغلقة وقد قالوا فيها الحكايات الطوال، وأخذوا يرددونها في كل زمان على نغمات الدف والناي وعلى رؤوس الأسواق. لحد الآن لما تجتمع مع ناس كانوا يعرفون بقصتك وقصته تشوف في ترديد للقصة، كأن لحين هم عالقين في 5-10 سنوات قبل ويقولون تذكر فلان تذكر علان، ما تدري عن أخباره، شنو صار بينك وبينه، مع أن كانت أسرار مغلقة، مع أن كان الموضوع تتوقع أنت بينك وبين نفسك مو كل أحد يدري عنه، بس انتشر انتشر، صار مثل القصة التحذيرية للآخرين، يقولوا شوفوا فلان شلون رفض أو ما تقبل عرض الشريك، الحين بقى وحيدا، الحين بقى وحيدا، يقول إذا واتاني الحظ سأحصل عليه مرة أخرى. إنزين ممكن تكون أنت قلت لك يا برج الحوت، ممكن يكون الشخص الثاني، اعكس الرسالة بما يناسب وضعك. وما زلت أبكي في كل اللحظات لأن الفلك في كل ساعة يصيب قلبي الجريح بأذى جديد آخر. هني أحس أنه هو هذاك الشخص، هذاك الشخص مهما ابتعد في حياته، مهما خلاص وصل وانشغل وتزوج، أو أشوف هني وايد أنه مبتعد، ابتعد عن محيطك، ما صار حتى يقابلك صدفة، لحد الآن تصير أمور تذكر فيك توه، تعرف يعني مثلا توه الجرح يبتدي يلتئم على طول، الرد الروح نضربه أو نستفزه فيرد ينفتح، دائما في تذكر سبحان الله هذا شخص أنه لحد الآن ما نسك الطريق بينكم، ما نسك بشكل نهائي، فدائما مهما ابتعد أو انشغل يصير في إرجاع عن طريق موقف، عن طريق شيء، عن طريق مثلا فقط يطوف على الشارع اللي يعرف أنه أنت ساكن فيه فيرد يتذكرك. ولكني أعود فأقول أن حافظا لم يقع وحده في هذه الواقعة، فكثيرون غيره قد ضلوا وضاعوا في هذه البادية الشاسعة. أول شيء هو يحس أن أنت اللي نسيته، من ناحية هو يحس أن أنت اللي نسيته، أن أنت اللي لهيت عنه وأنه مستحيل اليوم تتذكره، هذا من جانبه هو. من جانبك أنت هني شاعر يقول لك ترى قصتك مو مميزة أو استثنائية لدرجة أن معدومة، في كل حي في كل بلدة في كل قرية حتى، إلا ما تلاقي قصة حب شبيهة بهاي القصة، شخص يطلب منا الارتباط، شخص يعرض علينا كل شيء احنا نتمناه،
ولكن سبحان الله في أسباب، ساعات أسباب حتى خارقة للطبيعة. ليش أقول لك خارقة للطبيعة؟ دائما أرد أرجع إلى الفلك الأزرق، الأمور، العقد، الطريق. شوف هذا الطريق بينك وبينه، صح؟ كنتوا كذي اضطريتوا تفترقون، مش شرط بسبب إرادتك أنت أو إرادته أهو، صار في افتراق. ظاهر الأمر أن أنت اللي صديت عنه، ولكن طرقكم أوردي كانت قاعدة تبتعد ذلك الوقت، والحين صار في على وشك الاجتماع شوية. كفاية أن أنت تفكر فيه وهو يفكر فيك في الفترة القادمة.